ناشط زراعي بيئي. ناشط زراعي بيئي. لدي مجمع زراعي باسم مجمع عدنان هادي الحسوني الزراعي في الصويرة. هو إنتاج الأسمدة العضوية الخالية من كافة البذور والأمراض تأجي أخمرها لمدة 8 أشهر وأسوي لها عملية تدوير وبعدين أجرشها وأغربلها ومن ثم نضيف لها متممات عضوية أحماض أمينية مضاد فطري حيوي هيومك طحالب بحرية هذن كلهن يزيدا من الكواليتي مال المنتج. كلهم يجون مركزهم آني أكمل لهم المواد الأولية اللي يريدوها وأضيف لها وأخمرها وأقوم إياها وكل الاستعداد التعاون مع كافة طلاب الأساتذة طلاب الدراسات العليا ومجانا. وجبنا قماش كتان نحطه بها صنعنا منه سندانة لسبب من أجي آني أجذر الفسيلة أي فسيلة أحط بها أي شتلة هذه أقدر في أي وقت أنقلها ما عندي تايم شهر ولا شهرين ولا 6 أشهر واقلبها واطلع البلاستيك. اول مره احنا ضد البلاستيك احنا بيئيين. احسن انا عضو مجلس اداره مع جمعيه المليون شجره. عشاق الزراعه بالعالم، عشاق الزراعه في عراقنا الحبيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم احنا في محافظه واسط قضاء الصويره. اليوم في مجمع زراعي مميز جدا على مستوى العراق، مجمع الحاج عدنان هادي الحسوني. هذا المجمع مميز بعدة صفات مهمة وأعمال مهمة. أول شيء مجمع الإنتاج وإكثار النخيل وتربية النخيل النسيجي. ثاني شيء عندهم يعني خلنا نقول أكياس زراعية صديقة للبيئة ينتجون إنتاج المعمل. ثالث شيء عندهم برادات لتبريد وتجميد الخضروات والفواكه والتقاوي للبطاطا وكذلك مصنع لتحويل المخلفات العضوية إلى أسمدة عضوية. حجي السلام عليكم. عليكم السلام. عالم الزراعة والنباتات المنزلية اليوم بضيافتكم. أهلا وسهلا الشرف. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أني ناشط زراعي بيئي. ناشط زراعي بيئي. لدي مجمع زراعي باسم مجمع عدنان هادي الحسوني الزراعي في الصويرة. يعني ما يقارب صار بحدود 25 سنة جتنا فكرة إنشاء هكذا مجمعات. هي هذه أصلا نواة القطاع الزراعي. هكذا مجمعات نواة للقطاع الزراعي. فجينا انشأنا قبل ما نجي على النخيل كان مو هكثر بالنسبة للنسيجي بعده بداية لأنه ما صار 10 سنوات من بدأ النسيجي والنخيل النسيجي وأصناف النخيل النسيجي. جينا سوينا مشاتل مع الحمضيات ونفضيات بس بطريقة الزراعة مو بالمكشوف مو بالأرض المكشوفة. نعم. داخل بيوت بلاستيكية محمية نايلون مغلف من يعني خلال 12 شهر مو أذب النايلون بالصيف وفوق النايلون أحط ظلة تحجد جزء من الشمس. فبدينا نكثر بالنسبة للحمضيات والنفضيات زيتون رمان نبق كافة أصناف النبق وندن كاثر بالأقلام بس داخل بيوت بلاستيكية. داخل بيوت البلاستيكية ينطيك نمو خضري جيد جدا بكلفة قليلة ويكون نجاح الأقلام أكثر من نجاح الأرض بالعراء بالمفتوح. نعم. حجي بديتوا كمشتل خلنا نقول بالبداية وأكثر النباتات. نعم. منين جتكم فكرة إنه تجيبون أكياس زراعية صديقة للبيئة؟ على سبيل المثال هذا هسه اللي أنا طبعا زرت أحد المزارع هسه اللي تم إنشأتها شركة نبع الصفا منابع الصفا. هاي الشركة أخذت من عندكم شتلات بهاي الأكياس. نعم. الصديقة للبيئة. نعم. شلون جتكم هاي الفكرة وإنتاجكم؟ بالنسبة هذه احنا طرقناها لأنه جبنا قماش كتان. نعم.
نحطه بها صنعنا منه سندانه لسبب من اجي اني اجذر الفسيله، اي فسيله احط بها اي شتله، هذه اقدر في اي وقت انقلها، ما عندي تايم شهر ولا شهرين ولا ست شهور واقلبها واطلع البلاستيك. اول مره احنا ضد البلاستيك، احنا بيئيين. احسنت. انا عضو مجلس اداره مع جمعيه المليون شجره. احسنت. تمام. فهذه السندانه تفيد انه من تحط بها الشتله اي وقت، صيف شتاء شهر 10 10 اشهر شهرين تقدر تحولها. هذه من صفاتها لكودها كتان الذوب داخل التربه بحدود السنه واربعة اشهر، فاحنا نخليها هنا بحدود السنه، فمن وديها للتربه المستديمه بغير ما تتعرى الفسيله او النبته. حجي هسه هذا استاذنا الغالي، هذا نعم. هسه هذا الموجود اللي نقصده حتى يكون واضح، شوف اخواني هاي السنادين الصديقه للبيئه، هاي انتاج المصنع مالتكم مع ورشه عمل داخل المصنع. هاي ورشه عمل داخل المجمع. نعم نعم. فكره حلوه انا استحسنتها، جتني معمل الأسمدة العضوية التابع لوزارة الزراعة بواسط اجى راد ينفذ تجربة يمي، فتحت له كل الأبواب وفتحت له كل الاستعدادات، وجبنا مخلفات نباتية وحولناها تحت إشراف أساتذة أكاديميين من كل الكليات الزراعية الموجودة بالقطر. عندي علاقة آني بكل الجامعات وبالأخص كليات الزراعة بكل، لا بصرة ولا كركوك ولا بغداد ولا أبد، عندي لقاءات مستمرة وتلاقح أفكار بيني وبين الأساتذة الأكاديميين. فجينا سوينا عملية تجريبية، استحسنت الفكرة، عندنا مخلفات نباتية وحيوانية ضارة بالبيئة وبالصحة، وبعدين نوبات تسبب لنا حرائق ومشاكل وأمراض. زين جينا وحولناها، شفت الفكرة حلوة ومفيدة. وش جربت المنتوج على بالمزارع؟ انت شفت الحديقة المنزلية مالتي. هذه ما حاط لها ولا غرام كيميائي، الكل أسمدة عضوية، وما شاء الله شفت الشجر. انا طبعا شفت الباباي شكلك 12 انش. تمام 12 انش هيك الباباي. لا ترى عمرها 6 سنوات، عمرها الافتراضي خلص نهائيا. تمام هالكلام. هذا التين اللي شفته كان على المفروض اقدم لك يعني ملاحظه، هذا التين من 4 اصناف. نعم. اكو ملاحظه هاي تفيد زراعه التين. نعم. من 4 اصناف ولا صنف انتج لانه تحت الظل. فاني ويا التين في العراء وتحت اشعه الشمس. احسنت. تمام. هو التين محب حال النخل، يريد شمس مباشره معروف. ممكن الرمان تزرعه ويا النخل، وممكن الحمضيات تزرعه ويا النخل. نعم. بس التين خالص. أحسنت. واذا حصل مرشات مثل ما مشتغل اخونا استاذ اياد شغل حلو، وانتم حضرتكم شفتوه ان شاء الله شغل حلو وراقي. فالان صميم عمل الموقع مالي او المجمع الزراعي هو إنتاج الأسمدة العضوية الخالية من كافة البذور والأمراض تأجي أخمرها لمدة 8 أشهر وأسوي لها عملية تدوير، وبعدين أجرشها وأغربلها، ومن ثم نضيف لها متممات عضوية، أحماض أمينية، مضاد فطري حيوي، هيومك، طحالب بحرية، هذن كلهن يزيدن من الكواليتي مال المنتج. بكافة الجامعات، وعندي ليبل بي، وعندي نتائج فحص بالبصرة وببغداد. بعدين هو موضوع العضوي الأورجانيك، احنا كنا نروح على الأورجانيك لأن الصحة والبيئة والكذا كلها تريد أورجانيك. أحسنت. حجي بصراحة الكلام مالتك يعني بيه تفاصيل كلش مهمة. طلاب الدراسات بكافة جامعات كربلاء بغداد حلة ما أعرف إيش ديالة كلهم يجون مركزهم اني. نعم. اكمل لهم المواد الاوليه اللي يريدوها واضيف لها واخمرها واعطيهم اياها، وكل الاستعداد التعاون مع كافه طلاب الاساتذه طلاب الدراسات العليا. أحسنت. ومجانا. احسنت. مجانا غير رضاء الله ورضاء الوطن. الماركه مال المنتج شو اسمها حجي؟ مجمع عدنان هذا اسمه مخازن التبريد، هو موجود بكل العراق. نعم. وانا سويت هنا مخازن تاخذ لها 1300 طن. نعم. ودا اخذن بتقاوي البطاطا والفواكه والخضر. نعم. هسه الان هاي السنه رحت على المنحه مال تجميد التمور، سويت. نعم. مخزن غرفه مال تجميد ما شاء للتمور الله. وعندي مال تبريد،
ومشتغل ودا اجيب كافه اصناف التمور العراقيه والمستورده. يعني بس تجميد لو عندكم جزء من عنده تغليف وتجميد؟ لا عندي خاص ثاني، وهسه راح اشوفك العلبه. نعم. عندي مال تغليف وتعليب. تغليف وتعليب سويت هسه بس بعيد عنها هسه بالمكتب. نعم. اشوفك علبه حلوه مرتبه مقبوله، وهذا احنا ابتأ من حيث انتهى الاخرون. احسنت يا اخي والله. أحسنت. والله اكو تقصير على كل ما بالاعلام ما يتكلم. طبعا اخواني للامانه انا جيت لهذا المكان استغربت، طبعا موجود النخيل النسيجي مثل ما تشوفون باحجام واشكال احجام وصنف. شنو اللي ببالكم موجود. راح تترك الرقم طبعا لاصحاب المزارع، يعني ان شاء الله الحجي حج عدنان مصدر ثقه ان شاء الله. وانا شفت حتى المزرعه اللي انشاها دكتور منهل ماخذ ال هاي كلهم. انا تفاجأت عندكم حتى ال حتى التين النسيجي. طبعا اخواني شوفوا هم سامعين بالتين النسيجي، ترى التين النسيجي صار. شوفوا هذا هناك كله نسيجي، مو كله نسيجي، ما عنده قلم، ما عنده قلم، ما عنده حتى التين النسيجي هنا ما شاء الله عند ال. وهذا طبعا صنف العبيد. العبيد العبيد عندي والاسباني عندي. والاسباني عنده اصبح متوفر نسيجي وبي الصفات الوراثيه متكامله. ايش قد نسبه الصفات الوراثيه الخطا بها هنا؟ واحد بالالف. واحد بالالف يجوز اذا يطلع هذا نسبه. وشوف اخوان هنا موجوده بالمشتل انواع واشكال النباتات حتى تكون واضح. وهنا شفت عندها اشجار النيم ما شاء الله. هاي البمبره. بمبر ما شاء الله. عندنا بعد مشاتل اخرى خلينا نشوف. احنا ان شاء الله نشوف المنتج مالتكم. حاضرين. اخواني احنا راح نشوفكم اول شيء قبل ما نشوفكم المنتج مال السماد العضوي كامل التحلل. هاي شوف العلامه مالته، بس خلينا نشوف العلامه واضح. هذا المنتج وهذا رقم الهاتف، وممكن الاتصال بالوكلاء بكافه محافظات كافة العراق. حاضر. قال كل العراق. طبعا اخواني شوف التعليب مال التمور مالته. هو هذا خط الانتاج مالنا الجديد. شوف هذا. هذا خط انتاج مالنا جديد. هذا خط انتاج. هذا ممكن تعليب التمور. ممكن استخدام بالمطاعم، بالسوبر ماركت، بالجوامع، بالمدارس يتوزع بالمدارس، بالمستشفيات. نعم. بالمطارات، حتى بالثواب ممكن انه واحد يوزع. هذا مداقل. هذا احسنتم بطل الجو يا خبر. طبعا اخواني هذا هنا طبعا الجو بارد، هاي ما شاء الله جامد. هذا مخزن للتجميل ناقص 18. ناقص 18 موجود هنا بأرقى المواصفات اللي ممكن نشوفها. لا شغل العالم. أحس ما يقدر نطب لنا درجة الحرارة. طبعا كمان هنا موجود هاي البيوت البلاستيكية الخاصة بالحمضيات. شنو أنواع الحمضيات موجودة هنا؟ كل الحمضيات. طبعا البيع جملة ومفرد. أكيد. هاي الحمضيات افضل او بي مي. هاي مي ضد هاي ما تعرف. هاي الاشجار البيئيه. هاي الاشجار البيئيه. هذا الماني وندرفول. هذا وندرفول الامريكي. هذا وندرفول الامريكي وجحان. احسن. عندي كميات ما شاء الله احجام الوندرفول عندك. لا فوق لا الممتاز. لا هاي البيزا عندك. البيزا وكل الاشجار هاي بعد توهدت ما شاء الله منقوله وان شاء الله خير. الرمان والحمضيات احسن ما شاء الله. طبعا اخواني هذا المزرعه كامله، ايش قد تريدون اعداد موجوده؟ بكثرة زيارة الناس أكاديميين شركات ما شركات جيت سويت هذا الملتقى شاي ومعرفة. أحسن. أي ندوة ندوات زراعية تصير بهالمكان كلها بهذا ومفتوح هذا لكل العراقيين وكل الوزارات وكل الشركات، كل عد استعداد الدعم اللوجستي عليه بس يجون يسمعون محاضرة يقدمون محاضرة ما عندنا مشكلة. جزاك الله خير حجي. بعد بصراحة يعني أنا ما أدري كلمات الشكر قليلة بحقك. لا ما عندي شكر. يعني مجرد التفكير بهذا أنه يصير ملتقى لعشاق الزراعة والعشاق المعرفة هذا يعتبر فد شيء حلو. هذا الشجر. نعم.
قطع النوع كل اصناف الشجر تمام. هذا كل اصناف الشجر نطعمها. هذا يا اخواني هذا اصناف الشجر نطعمه هنا. شنو الاصناف اللي عندكم؟ البصراوي العرموطي والباكستاني كلها. باكستاني كلهم كذا هذا نفس الموضوع كلهم طعمه هاي وجاهزه كلهم طعمه. اسعاركم شلونها حجي؟ والله اسعارنا اقل من السوق. اقل من السوق؟ اقل من السوق هو يعني بالمختصر يجي ما يروح ابدا منعوفه ما خلي يعوفنا. احسنت. هذا العرب كوين. زيتون العرب كوين. هذا الاسباني. هذا الاسباني اخواني. هذا الاسباني عالي الزيت. مو بس عالي الزيت، هذا الصفه البي يعني سنة يحمل، بينما الزيتون بصورة عامة يحمل حتى ملوحة عالية مو تمام، بينما الزيتون بصورة عامة لا يريد له 7 سنوات صح. ويتحمل ملوحة ويتحمل عطش ويتحمل حرارة ويتحمل صح. كل شيء. هذا الزيتون حتى اللي بالأرض المالحة اللي حتى توصل 4000 5000 خلي يزرع هذا نبات عراقي. أحسنتم اخوان. هذا المال وندرفول هذا عاشتي عاشتي. لا هذا هذا رمان وندرفول. حمال هنا بس نشوف لك حجي انا حاضر. طبعا اخواني بنهايه هذا اللقاء الجميل مع الحاج عدنان الحسوني المحترم اللي الشيب المبارك الانسان ما عليكم زود والله العظيم اتحفتنا بهاي المعلومات. متفضلين. لا انتم متفضلين والله. نقول لك جزاك الله خير. انا السفر والمسافه بين سكناكم وبيننا مسافه وخلف الله عليكم، ونوجه كل الشكر والتقدير لدعمكم للنبتة العراقية وبالأخص النخلة العراقية اللي هي يعني وسام العراق. أحسنت. تمام. أنا بالنسبة لي أب عن جد نخيل. وأكو ملاحظة صغيرة راح أقولها وسابقا قايلها، أنا أمي جابتني جوا النخلة ولهذا صرتي مقطوعة جوا النخلة وصرت من عشاق النخيل. جزاك الله خير وأهلا وسهلا. والنخلة العراق ماله غير النخلة. لا خبزة العراق بالمستقبل تبقى النخلة إن شاء الله خير وبركة. جزاك الله خير. وأنا ممنون جدا وأعتذر للتأخير وأعتذر للإطالة. لا بالعكس. نتمنى التوفيق. وأنا من خلال قناتكم أو برنامجكم أو أنا أدعو كافة الإخوان شركات قطاع خاص أساتذة طلاب دراسات زيارتي، وأكون أنا مسرور جدا من زيارة أي شخص أو الاتصال بي أو التعاون بالنسبة للقطاع الزراعي. جزاك الله خير وأهلا وسهلا. إخوان الأعزاء بالختام نستودعكم الله وفي أمان الله. كان معكم أبو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات المنزلية. في أمان الله.